بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واغفرنا نحن وسائر المسلمين لمن نحب وترضى يا رب العالمين، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم ادخلنا وادخلهم في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا واخرجهم من كل الامور مخرج صدق، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا، واختم لنا ولهم بخاتمه السعاده اجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب صحيح الامام البخاري للامام الحافظ الحجه ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن برزبه الجعفي مولاه البخاري مولدا ومنشأ رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين امين. بقية الابواب الوارده من الكتاب 72 كتاب الصيد والذبائح، باب اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد او الذائب، يعني حكم وقوع الميتة والفأرة إذا ماتت صارت ميتة، الميتة نجسة، فإذا وقعت في السمن أو الزيت أو أي مائع، مائع يعني سائل، أي سائل، حلة مرق، كمية زيت مثلا، أي مائع من المواد، فلو وقعت في أي مائع، المائع اللي هو إيه؟ اللي هو السائل اللي بنسميه ليكويد. فإحنا عندنا في المادة إما أن تكون غازية أو سائلة أو جامد، مش كده بقى؟ فإذا وقعت الميتة في شيء جامد، سمنة متجمدة أو حتى مائع ولكنه متجمد، إذا ماتت صارت نجسة، كويس؟ طول ما هي حية أهي طهر، ما لم تلوث بإيه؟ برواثها أو بولها، لكن طول ما حي الفرم عدي كده على أكلك ومشي جري كله، مفيش مشكلة، لأنه طول ما هو حي طار، لكن أول ما يموت ميتة نجسة، يبقى هنا تتنجس ما حولك إن كان جامدا وإن كان مائعا، اختلط الكل بقى فنجست الكل، فهمت بقى المسألة؟ القطة مثلا طاهرة، لكن لو ماتت صارت نجسة ميتة، يبقى حكم أي دابة من الدواب لو ماتت حتف أنفها، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، اسمها ميتة تنجس، إلا ميتة الآدم، الآدم لما بيموت ما بينجس، فالمؤمن لا إيه؟ لا ينجس حيا ولا ميتا، يبقى كل الميتات نجسة إلا الآدمي لأنه مكرم. أما نجاسة المشركين، إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإلا لو كان واحد غير مسلم يسلم عليك ودي نجاسة وإيدك مبلولة لازم تغسل إيدك، محدش قال كده. يبقى المشركون نجس يعني نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فكل الميتات نجسة قاعدة عامة كده إلا الآدمي وإيه؟ والسمك والجراد، مش كده برضه؟ دي أحكام عامة تبقى في ذهن كل مسلم، يبقى فاهم؟ الحيوان غير مأكول اللحم حتى لو زكي برضه ميت، جبت أنا أسد وقلت بسم الله الله أكبر، الأسد لا يجوز أكله، يبقى ميت برضه، والله لو زكيت ما عملت فيه، فهمت بقى إزاي؟ يبقى أي حيوان يموت حتف أنفه أو مزكى من غير مأكول اللحم فميتته نجسة قاعدة عامة، إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. شوف بنقول الآدمي ما بنقولش المسلم، الآدمي
والسمك والجراد. واضح؟ طيب هذه الميتة النجسة لو وقعت في ايه؟ في شيء جامد، ما حولها يأخذ حكمها، يبقى اللي حولها اللي حولها ينجس. احنا عندنا قاعدة، خد بالك من القواعد الفقهية مهمة، حريم الشيء يأخذ حكم ما هو حريم له. يعني احنا عندنا مسجد وحوطناه بحديقة وعملنا سور، بقت الحديقة دي حكمها حكم المسجد، فما ينفعش حائط تقعد فيها ولا جنب يقعد فيه ولا حتى الحائط تعبر، لأنها حكمها حكم المسجد. ليه؟ لأن حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. جلدة المصحف مش من المصحف، لكن لما صارت جلدة مصحف بقت لها حكم المصحف، فلا يجوز لمسها وأنت على غير وضوء ولا حملها. فهم؟ يبقى حريم الشيء يأخذ حكم ما هو حريم له. الميتة نجسة ومتحوطة بأشياء، يبقى حرمها يعني ما حولها يأخذ حكمها، يبقى نجس زي. فهمت بقى ازاي؟ فلو وقعت هذه الفأرة، والفأرة رمز لكل ميتة، لكن قال الفأرة ليه بالذات؟ لأن الفأرة كثيرة ما تدخل البيوت وبتموت في وسط ايه؟ أكل الناس، لأنها حشرية. يبقى ايه؟ والرسول سماها الفويسقة لأنها مؤذية. فالفأر عندنا فويسق، يجب قتله، ويجب حتى ولو كنت في الحل والحرم، حتى ولو انت محرم تقتله برضه. كويس؟ لكن في المفهوم الدجالي اللي تمثله أمريكا والغرب، عندهم الفأر أظرف وألطف من ايه؟ من القط. عشان كده تتفرج على توم جيري، تملي يجيب لك الفأر هو اللطيف ويخلي كل الناس مع الفأر ضد ايه؟ ضد القط، علشان يغير. ما هو الدجال كده، الدجال احنا في الدجال تعمل كده، تغير الحقائق، تقلب الحقائق، تجعل الحق باطل والباطل حق. فاهم؟ نينجا تيرتلز، يجيب لك شويه فيران عايشين في البلاعات ويعملهم ابطال، واحنا عندنا البلاعه نجسه والفقر مقرف يجب قتله، لكن يعمل لك عشان يربي ثقافه اطفال المسلمين على معاني غريبه عن هذا الشرع الشريف. ودي ترتيب عجيب دجالي عشان تجمع اجيال مش كارهه ما هو مكروه في الشرع، بل متعاطفه ما هو كرهه في الشرع. فهمت بقى؟ تيجي اجيال بعد 20 30 40 50 سنه، العيال اللي اتربت على توم جيري هيطلعوا بيحبوا الفرع عن القط، والرسول صلى الله عليه وسلم في القط يقول لها انها من الطوافون عليكم والطوافات، ويقول الفقر مسمى الفويسقه واقتله في الحل والحق. كويس؟ يوم يغير المفاهيم. شفت بقى القصه اللي احنا فيها والازمه اللي احنا فيها، فلازم نربي اولادنا على مفاهيم الاسلام ونفهمهم. يقول لك ايه مثلا؟ هوت دوج يعني كلب سخن. احنا عندنا الكلب ما يتاكلش لا سخن ولا بارد، مش كده؟ هو نجس. لكن هي بتاكل ايه يا ابني؟ سندوتش هوت دوج، وتدور على اللي جواه، اللي جواه تلاقيه ايه؟ تلاقيه بقري، لحمه بقري او جاموسه، مش دوج ولا حاجه. لكن ايه؟ دوج يعني كلب، مش كده؟ يعني كلب سخن، ينفع تاكل انت كلب سخن، لكن يطلق على السندوتش ما ليس هو بمسماه. شوف تبديل الحقائق، شوف الاجرام بتاع الدجالين، عشان تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين سيدي الساعه دجاجله. دجالين كتير بقى، يغير لك المفاهيم علشان تيجي في يوم من الايام انت تستعذب ما كرهه الشرع وتحب ما كرهه الشرع. بتاكل ايه يا ابني؟ هوت دوج. احنا اتربينا ان القذاره حاجه مقرفه، تبعد عنها. ومن مزايا المسلم ان هو يتحرى النجاسات، يبعد عنها، يقرف من النجاسات، حتى يقرف من القذاره اللي خارجه من نفسه. يعني لو مثلا اعزكم الله، لو واحد بينف ونزل شويه نفافه على جاكيتته، يبقى قرفان من نفسه ويخش على الحمام ويغسلها وينضفها ويبقى ايه؟ مكسوف من نفسه، حتى مع انها خارجه منه. ليه؟ لان احنا تعودنا على القذر ولو طاهر نتأفف منه. ريقك او طاهر. لكن شوف بقى لو ايه؟ لو جت تفافه مثلا مريانه نزلت على دقنك وانت بتتكلم، ولا على قميصك، عرقك ما هو طاهر لكن تتضايق منه، وحطيت ايدك تحت بطك كده وعرقان، يا تبقى ماسك ايدك عايز تغسلها. يبقى احنا اتربينا، المسلمين اتربوا
على أن كل قذر سواء كان هذا القذر نجس أو طاهر يتأفف منه. كويس؟ لا، الثقافة الدجالية يقول لك إيه، بنطلونك الشيك ده إيه، هو ديرتي. يقول لك أنا لابس بنطلون ديرتي، ديرتي يعني قذر. وتلاقي البنطلون الديرتي غالي. الله، عشان الأجيال تطلع بالتدريج كده مفاهيمها معكوسة. يبقى إيه يعني يبقى القذارة نسبية. مؤمن ما تراه أنت قذر يراه غيرك ليس بقذر، ما تراه أنت طاهر يراه غيرك ليس طاهر، ما تراه حق يراه غيرك باطل. يبقى كل شيء نسبي، النسبية المطلقة، ودي من مفاهيم الحداثة. والحداثة معناها الدجالين. للمفاهيم الغربية لازم هي نتجنبها. فهم؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ في الحديث نقرأه بالإسناد المتصل. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا الحميدي. الحميدي ده شيخ الإمام البخاري اسمه عبد الله بن الزبير المكي، من مشايخ الإمام البخاري المكيين. عبد الله بن الزبير شهرته الحميدي. قال حدثنا سفيان، إحنا قلنا ده مكي وعندنا سفيانان، سفيان ثوري وسفيان بن عيينة. ابن عيينة في الحجاز والثوري في الكوفة. لما يبقى المكي بيروح يروح عن سفيان مين؟ ابن عيينة بتاع الحجاز. يبقى ما تتلخبطش بقى، تسمع الحميدي قال حدثنا سفيان يبقى هو ابن عيينة. ما تقوليش بقى الثوري. إيه اللي جاب بقى الحجاز للكوفة؟ فهمت بقى؟ ناخد بالنا من كده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. إمام كبير من أئمة التابعين وحافظ من حفاظ الحديث وثبت وله جهد كبير في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. عبيد الله ده ساعته يقول عليه عبيد الله المسعودي. ليه؟ لأن جده عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. يعني كأن أخو جده عبد الله بن مسعود، يعني عم ابوه عبد الله بن مسعود. فهمت بقى ازاي؟ عم ابوه، ما هو ابوه عبد الله ابن عتبه ابن مسعود. عبد الله انجب عبيد الله. فهمت بقى؟ عبيد الله ده ساعات يسموه عبيد الله المسعودي. بيروي عن مين بقى؟ انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونه. دي ميمونه بنت الحارث زوجة النبي أم المؤمنين، خالد سيدنا عبد الله بن عباس وخالد سيدنا خالد بن الوليد. كويس؟ ستنا ميمونة. مدفونة فين أمنا ميمونة؟ في منطقة سرف، عارف أنت لما تروح هناك التنعيم في مكة؟ مسجد ستنا عيشة بتحرم هناك من التنعيم أما تعمل عمرة. أهل مكة لما بيعملوا عمرة بيروحوا فين؟ بيروحوا التنعيم. لو استمريت بعد التنعيم في اتجاه المدينة 5 كيلو، المنطقة اللي اسمها سرف، في مسجد ابيض كده قافلينه الوهابيه جواه ضريح ستنا ميمون بنت الحارث. فتروح تزورها. بس واياك بقى واحد وهابي ولا حاجه لا سمح الله يشوفك، تبقى جريمه بتزور امك. عندهم زياره الام دي جريمه. انا مره رحت وخدت معايا عربيه ميكروباص ومجموعه رحنا زرنا امنا ميمون. وقفناه عند الايه المسجد. ونزلنا نقرا الفاتحه بتاع بصينا لقينا دوريه جايه تقبض علينا متلبسين بزيارة أمنا ميمونة. آه والله. ونزل عسكري اثنين عساكر، إيه ده بتعملوا إيه؟ قلت له أنا أمي مدفونة هنا. جاي أزور أمي. قال لي دي ميمونة، قلت له مش أم المؤمنين؟ وأنا من المؤمنين تبقى أمي. بزور أمي. فاهم؟ لولا إننا بس معتمرين مش 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 معانا عقد عمل لكان ضرنا، عارف لو واحد معاه عقد عمل كان ألغوا عقد عمل. الجهل. لكن عشان احنا معتمرين قام قال لنا ايه ما تعملوش كده تاني. احنا لقيناها بقى وخلاص ونمشيها، قلنا له حاضر ان شاء الله لكن لن ننفذ، هنعمل كده تاني. فهمت؟ لكن دول جهل. فامنا ميمونه مدفونه في منطقه اسمها سرف على طريق المدينه مكه مدينه بعد التنعيم بخمسه كيلو. فهمت بقى؟ فلما تروح تزورها وتقرا لي الفاتحه هناك وتتجنب الوهابيه. لكن باقي امهات المؤمنين كلهم مدفونين فين؟ في البقيع. فاهم؟ كل زوجات النبي مدفونين في البقيع ما عدا مين؟ ستنا خديجه بقى ما
مدفونة في الحجون في مكة، فاهم؟ يبقى لازم تعرف أمك مدفونة فين، عيب عيب لما تبقى أنت إيه مش دريان أمك مدفونة فين، لأن دي أمهات المؤمنين كلهم. يبقى كل أمهات المؤمنين مدفونين فين؟ في البقيع، ما عدا ميمونة وخديجة. أمنا ميمونة في سارف، إيه حكاية سارف دي مع أمنا ميمونة؟ إشمعنى اخترت المنطقة دي؟ لأن النبي بنى بها وتزوجها في هذا المكان. كانت الدخلة بتاعتها مع النبي في المكان ده. فاهم؟ فأوصت سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو ابن أختها. قالت له لما أموت ادفني في مكان ما دخل به النبي. فهمت بقى يا أستاذ؟ كانت عايزة تدفن مكان ما سعدت به بدخولها مع النبي. أوصت سيدنا عبد الله بن عباس فدفنها في هذا المكان. وأمنا خديجة معروفة في الحجوم. فهنا بيحكي بقى بيقول عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. كلمة ألقوها وما حولها جمهور الفقهاء فهموا منها أن ده سمن جامد، لأن لو كانت مائع يعني السمنة سايحة هتيجي تشيل حولها يجي سائل تاني، ملهاش حول بقى، كل ما هو تشيل يجي سمن تاني، تفضل تعمل ما حولها لحد ما ترمي السمن كله، مش كده برضه؟ وبالتالي ألقوها ما حولها فهم منه الجمهور ان ده ايه؟ سمن جامد، ده جمهور الفقهاء، الا يا اخي قولي عند المالكيه، قالوا حتى ولو مائع ترميها وكبشتين من حولها وخلاص، تقيل، ده قول عند المالكيه. قول عند الملكية وهو قول عند ابن حزم أيضا مذهب الظاهرية، لكن الجمهور والراجح عند الملكية كالجمهور، مين الجمهور بقى؟ الأحناف والشافعية والحنابلة، والراجح عند الملكية أنها إذا كانت جامدة تلقيها وما حولها، وإن كانت مائعة ففيها الخلاف بقى. فيها الخلاف. الجمهور قال لك لو مائع كله بقى نجس، متنجس يعني. كله بقى إيه؟ متنجس. يبقى ما ينفعش تستعمله. وقول عند الملكية قالوا ايه؟ لا ارميها وارمي كبشتين من مكانها كده. كبشتين كده خلاص. ما لم يتغير المائع برائحتها ونتنها. ما لم يتغير المائع بالنتن او الرائحة. واضح؟ بالشروط دي خد بالك. يعني افرض فارة وقعت ماتت دلوقتي. في اماء. لسه ما غيرتش ريحة ولا عملت حاجة. هنا بقى اللي يحصل الخلاف المزاج. الشافعي يقول لك ارمي كله، والاحناف يقول لك ارمي كله، والراجع عند الملكيه ارمي كله. فاهم؟ لكن في قول عند ابن حزم وقول عند الملكيه، وده مفيد للفقراء. القول ده مفيد ايه؟ راجل فقير وسالف وعامل جمعيه ومدبع الفلوس وجاب بعد كده ايه يعني كميه زيت وحطها في البيت وما صدق الحمد لله جاب الكميه الخزين خزن، وقعت فار جاي لك يسالك هو راجل غلبان، افتي بقى مذهب الملكيه. فهمت ازاي؟ ما تبقاش بقى ايه مذهب الاغنياء. الاغنياء ولا كرمي كله. ما لم تتعفن، ما لم ايه؟ لو تعفنت الكل يقول لك خلاص بقى ما تستعملهاش ولا حتى يجوز بيعه. ولكن في قول عند الشافعيه وهو الراجح يجوز بيعه واستعماله للاستصباح. كانوا زمان بيستعملوا الزيت علشان يولعوا بيه وينوروا بيه قبل الكهرباء. فاهم؟ فقالوا يجوز بيعه للاستصباح وليس للاكل. فهمت بقى المساله؟ فناخد بالنا من هذه الاحكام لانها مهمه للمسلم ان يفهم. طب افرض مش فاره وقعت، قلت لك مثلا لقينا عصفوره ميته. واخد بالك؟ في وسط ايه؟ في وسط خزان الميه اللي فوق العماره. حاطين احنا خزان ميه فوق العماره وبينظفوه، لقوا فيها فران ميته وعصفوره ميته وحمامه ميته. ما هو انتوا بقى عندكم في العماره بتاعتكم ما بتنظفوش الخزان الا فين؟ بتيل على بيلموا من الجيران تكاليف الصيانه كالعاده يعني. فاملأوا الحاجات دي كلها. ما لم تتعفن رائحه الماء وكان الماء فوق القلتين يعني 2 لتر فما زاد فيفضل طاهر.
شفت الشرع جميل ازاي؟ رحمة. يبقى انت فهمت من هنا انك انت لما تعمل خزان فوق عمارتك خليه 200 لتر فمزاد عشان تعمل حساب الفيران اللي هتموت فيه. فاهم؟ او اي حشرات تموت فيه. او اي ايه؟ طائر يموت فيه. واعمله بغطا يا اخي وخليك نضيف كده. فاهم؟ يبقى ناخد بالنا بقى ان اي ميته نجسه حكمها حكم الفقر. حكم الفقر. الجمهور قال الجامد المتجمد شيلها واللي حواليه وارمي. لكن لو مائع لو لم تتعفن فيها الخلاف، الراجح ارمي برضه او استعمله في غير الاكل. واضح؟ والتانيين قال لك لا، زي قول عند الملكيه في مذهبهم قول كبير، لكن ليس عليه الفتوى. فتوى في مذهب الملكيه على ايه؟ الجمهور، زي الجمهور. قالوا لو كان لم تتعفن وتغير رائحته لك انك انت ترميه وكبشتين بس ايه من حواليك كده وخلاص. فقال القوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فان معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. بيقول لك ده الزهري كمان بيروي نفس الحديث ده، مش عن ابن عباس، ده بيروي كمان عن ايه؟ عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. قال ما سمعت الزهري يقول الا عن عبيد الله. عن ابن عباس ما سمعتش حكايه انه قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. عن ميمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا كتير يعني. وعن ابي قال حدثنا عبدان. السبب الخلاف بين العلماء ايه في الجامد والمائع؟ ان النبي لم ينص في روايه الزهري قال القوة ما حولها، ما قالش إذا كان جامد. فهمت بقى إزاي؟ هو ده اللي حصل نشأ الخلاف، لكن وردت روايات أنه إذا كان جامدا فألقوه ما حولها وإن كان مائعا فلا تأكلوه، لكن هذه الروايات لم تصح إسنادا عند كثير من العلماء. التقييد بالصفة دي قالوا ده كلام شعبة. ده بيقول تفسير. لكن النبي ما قالش كده. فسبق نشأ إيه؟ نشأ الخلاف بسبب إيه؟ إن الرواية الصحيحة لم ينص فيها اذا كان جامدا القوه ما حولها واذا كان مائعا فلا تاكلوه. وردت بالنص ده اذا كان مائعا فلا تاكلوه، لكنها لم ايه؟ لم تصح اسنادا عند كثير من العلماء. واضح؟ لكن العمل عليا. العمل عليا ليه؟ لان العقل بيقول كده. لان قلنا لو مائع سائل ما فيش حاجه وما حولها. حلقيها وانا ما حولها يعني هعمل ايه؟ انت ما فيش حولها، حولها كل السائل. كل ما اشيله كبشه تجي لي حته مكانها تحل محلها، لان السائل يستطرق. فهمت ازاي؟ خصوصا كمان ان بيئه النبي كانت بيئه حاره ونادر ما يكون السمن فيها متجمد. النبي عايش في المدينه والمدينه طول عمرها حاره، فنادر انك تلاقي السمن متجمد. لكن احيانا بتيجي ايام برد شديده في المدينه، قال لك ممكن كان في ايام برد تبقى متجمد. يا اخي احنا عرفنا الغالب صحيح حر لكن في ايام برد. فيمكن النبي بيتكلم هنا القوم حولها في الايام البارده. فينشا الخلاف بسبب يبقى النص واحد. النص واحد ولكن من حيث التطبيق ينشا الخلاف. يبقى العيال الجهله اللي يقول لك انا هاخد من الحديث مباشره دي عيال جهله. لانه النص واحد اهو. انت هتاخد اي اتجاه في الفهم. هتفهم باي جهه من الفهم. ممكن النص واحد ويفهم بطرق كثيره. الطرق الكثيرة يسموها مذاهب. فالتاني يقول لك أنا مذهبي الحديث، طب الحديث بأي فهم؟ ما هو الحديث أهو، هتفهمه بأي طريقة يا أستاذ. فهمت بقى المسألة؟ فاللي يقول لك أنا مذهبي الحديث مباشرة يبقى مش فاهم احتمالات الفهم المختلفة لنص واحد. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عبدان. عبدان ده من مشايخ الإمام البخاري المروزيين. عبدان ده شهرته، لكن هو كان اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن المبارك مروزي برضه بالنسبة لمرو. خدت بالك؟ عن يونس، ده يونس ده بن يزيد الأيلي من إيلات. فاهم؟ جزيرة إيلات. عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن الزهري عن الدابة تموت، يعني عن حكم الدابة تموت، مش هو بيروي عن الدابة؟ عيب عيب اما تقرا الكلام بطريقة غلط.
عن الدابة تموت. يعني الزهري بيتكلم، وخد بالك ان كلام التابعي نسميه ايه؟ مقطوع، وكلام الصحابي نسميه موقوف، وكلام النبي نسميه مرفوع. الزهري ده تابعي، هو اللي بيتكلم، ما قالش عن النبي ولا قال عن صحابي، ده بيتكلم عن نفسه. يبقى كلامه اللي يسموه ايه؟ مقطوع. واضح؟ فالزهري هنا بيقول ايه؟ عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. سماها الدابة ليه؟ عشان أي حيوان بقى، سواء كان فأر أو غيره، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. ما قالش جامد ولا سائل بقى. أنت إزاي؟ ما قالش جامد ولا سائل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله، وعنه به قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ده بيروي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. يبقى كأن الإمام البخاري ما ميزش بين الجامد والمائع. أراد أن يقول إن البلغ إن الأمر عنده المائع والجامد سواء في المسألة. ده حكم الإمام البخاري، ترجيحه هو، بدليل إن هو لم ينص على الجامد. لكن الجمهور على خلاف ذلك. وعن أبي قال: باب الوسم والعلم في الصورة. انت الوقت لما يبقى عندك ماشيه كثيره وغنم كتير في بيئه جيرانك عندهم غنم وانت عندك غنم، وجيرانك عندهم جمال وانت عندك جمال، طب ما هو هيختلطوا ببعض. اما يخرجوا يرعوا مش هعرف غنمي من غنم جاري، ولا هعرف جمالي من جمال جاري. يقوموا يعملوا ايه؟ يوسموه، يعني يعلموه. يقوم يعمل له خط كده في السنه حرق كده، والتاني يعمل خطين، والتاني يعمل مثلا خط بالعرض، علامة تفضل في الحيوان بحيث اما يجوا الحيوانات ترعى مع بعضها معروف ان ده بتاع فلان وده بتاع فلان، من العلامة اللي فيه يسموه الوسمة. واخد بالك؟ النبي بقى نهى عن الوسم في الصورة، يعني في الوجه، في وجه الحيوان. ما تعلموش في وجه تشريفا للخلقة، ولأنه مؤلم، ولأنه قد تضيع منه حواس، لأن الوجه محل الحواس، عينه، أنفه، فمه اللي بياكل بيه، تيجي انت تحرقه له وتعلمه في وشه، تقوم تفقد له حاسه من الحواس وتشوهه في وسط الحيوانات يعايروه، تبقى وحش. فهمت؟ يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الصوره، يعني في الوجه. يبقى الصوره هنا يعني ايه؟ يعني في الوجه. باب الوسم والعلم في الصوره، والعلم يعني العلامه. وعن ابي قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. تعلم الصورة يعني تعلم إيه؟ الوجه. ابن عمر هنا كره. ليه؟ كره سيدنا ابن عمر ليه؟ لأن النبي قال: ملعون من فعل ذلك. يعني ورد أن النبي رأى حمار موسوم في وجهه، فقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من فعل هذا. واللعن يدل على ايه؟ على شدة الكراهة التي تصل إلى كونها حتى من الكبائر. وإحنا قايلين برضو عند ضرب التأديب، لما تضرب واحد للتأديب، تضرب ابنك للتأديب أو تلميذك للتأديب، أوعى تتجنب تضرب الوجه، تجنب الوجه، تجنب الصورة برضو. فهمت؟ يبقى يجب في ضرب التأديب أن يتجنب فيه الصورة. يبقى ضرب الوجه حرام قطعا في الإنسان وفي الحيوان. وفي الإنسان أشد. وفي الإنسان إيه؟ أشد. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تضرب، يعني الصورة تضرب. يعني تضرب يعني إيه؟ تضرب بإيه؟ بعلامة. تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تضرب الصورة، يعني نهى
أن تضرب الصورة. الصورة قلنا إيه؟ الوجه. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانه. وده يثبت أن النبي وسم الشاة، يعني علمه، بس الشياة توسم في الأذان، لأنما وتوسم بطريقة غير النار، مع عدم استعمال النار فيها. ليه؟ لأنها لا تتحمل، ضعيفة، مش زي الجمل. الجمل ممكن تجيب إيه؟ سيخ كده محمي وتيجي على السنم تعمل علامة حرق عميق، يوم يسيب أثر، يوم يفضل الجمل طول ما هو ماشي عارف إن ده الجمل ده بتاعه، لأنه يتحمل الحرق ده الجمل، لأنه طويل مني. إنما تيجي في الشاة تعملها زي الجمل ما ينفعش، حرام، لأنها هتمرض وتموت ضعيف. لكن أنت إيه، تقص ودنها حتة من ودنها كده قصة، تسيب ودنها مشقوقة. أو يعني الوقت بقى من الناس اللي بتربي الحيوانات عندهم دباسة كده وبيدبس وفيها رقم، أرقام وألوان مختلفة، فممكن نعلم بالطريقة الجديدة الحديثة دي، تبقى لطيفة. الحديث هنا بيقول إيه؟ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي دخل؟ أنس بن مالك خادم النبي، بأخ لي، أخوه من أمه اللي هو عبد الله بن أبي طلحة، ده أخو أنس بن مالك من أمه. أول ما ولدت أمه أنس عبد الله نادت أنس قالت له خد الولد ده للنبي يحنكه، وهو ده الولد اللي بال على إيه؟ حجر النبي. خد بال، بال في حجر النبي وهو بيحنكه صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاب شوية مية ورش مكان البول، فتعلمنا من هذه البولة أن البول الصبي نجس إلا أنه يخفف في التخلص من نجاسته بالرش والنضح لا بالغسل، بخلاف بول إيه؟ الصبي ما لم يطعم إلا اللبن. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه، أي لأجل أن يحنكه، والتحنيك سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فكان يلوك تمرة وتختلط بريقه الشريف، ثم يأخذ التمرة مختلطة بالريق الشريف ويضعها في فم الصبي يتلمظها، يعني يبلعها، فيبقى أول ما يدخل جوف الصبي ريق الصالحين يوم يذوق حلاوة الإيمان، والتمر فيه الحلاوة، كأن الله يذيق حلاوة الإيمان تيمنا بهذا. فدي كانت عادة أيام الصحابة واستمرت في المسلمين إلى يوم القيامة، تودي الراجل صالح من أهل القرآن يحنكه لعل ابنك يطلع من أهل القرآن، وهكذا. يبقى ده التحنيك دي سنة مشهورة في كل بلاد المسلمين اللي عند المصريين، يا أخي بدأت تنتشر الآن. يعني أنا أول ما حنكت ابني، أول ما اتولد أبويا شاف، قال لي إيه اللي بتعمله ده؟ إيه القرف ده؟ ما شافهاش أصلا، فاهم؟ ما كانش شاف، فدليل إن الناس نسيتها، بسبب برضه لما انتشر العلم الطبي وقال لك إيه ميكروبات في الفم واللي مش عارف إيه والعدوى والكلام ده، لكن إحنا عندنا لا عدوى ولا طير، وأن ريق الصالحين شفاء، وأنه لما بيرقي الصالح ويدخل هذا الريق تولد من الذكر، من حلقة اللسان بالذكر، فلما يتولد الريق مع حلقة اللسان حركة اللسان بالذكر بيبقى مليان بركة وطاقة يشفي الله بها من شاء من العباد، فهمت بقى؟ فإحنا عندنا مفاهيم مختلفة شوية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وهو في مربد له، والمربد اللي هو المكان اللي بينام فيه إيه؟ الغنم والإبل، يسموه مربد. لغتنا احنا المصريين نقول عليه الزريبة، اللي هي مكان اللي بيأوي فيه حيوان ينام فيه. في مربد له فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها. النبي نهى عن الوسم في الصورة، يعني في الوجه، وسم الشاة في الأذان. فهمنا من هنا أن الأذن ليست من الوجه، يبقى لما ربنا يقول واغسلوا وجوهكم يبقى مش شرط تغسل إيه؟ أذنك. الأذن مش من الوجه، لأن النبي نهى عن الوسم في الصورة ووسم الشاة في أذانها، دل على أن الأذن ليست من الوجه. دي نقطة برضه مهمة لطيفة، لأن اختلف في الأذن في الوضوء، هل تغسل لأنها تبع الوجه ولا تمسح لأنها تبع الرأس؟ اختلف في مزايا كتير في المسألة. الشافعية خروجا من الخلاف قال لك يستحب غسلها مع الوجه
ومسحها مع الرأس. وعلشان كده ودن الشافعية تلاقيها نظيفة جدا. ليه؟ لأن مع الوضوء يغسلها، يغسلها مع الوجه، وبعدين لما يمسح رأسه يمسحها مع الرأس، وبعدين يجيب ماء جديد ويمسح أذنه تاني، يعني كأنها 9 مرات، 3 مرات غسل و3 مرات مسح. فما تلاقيش، ما تقوليش بقى ودن الشافعية دي هتبقى أنضف ودن في المنطقة. فاهمنا؟ لأنها ليه بقى الشافعية؟ قال لك خروجا من خلاف، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا أن الأذن لا حكم الوجه فتغسل، وبعض العلماء قالوا لا، ده لا حكم الرأس فتمسح. فاهم؟ لكن الحديث ده يخلينا نرجح أنها ليست من الوجه. فهمت بقى؟ وأنها عضو لا يوصف أنه من الرأس ولا يوصف أنه إيه؟ من الوجه، دي عضو كده منفصل متصلة بالرأس وليست إيه؟ منها، متصلة من الرأس وليست منها. يبقى عشان كده الشافعية يقول لك ايه؟ ويمسح الأذن 3 مرات بماء جديد، يعني بماء غير ماء الرأس. لكن ايه، شفت بقى احنا بنتكلم في حديث في الوزن، لكن نستنبط منه معاني الوضوء، ودي نقطة مهمة الفقهاء ايه ليهم لفتاتهم اللطيفة. الإمام أبو حنيفة قال لك لا، في مذهبه قال لك لا يجوز الوسم بالماء، لان اصلا الوسم بيبقى بسيخ محمي يسموه الميسم. الميسم ده سيخ تحميه في النار وبعدين ايه تكوي بيه، يقوم ياكل الشعر وياثر على الجلد ويسيب علامه ايه، لان تملي الحرق الناري يترك علامه لا تزول. فاهم؟ فالامام ابو حنيفه قال لك لا، الوسم حرام لان النبي نهى عن التعذيب بالنار، والوسم تعذيب بالنار. طيب مذهب الاحناف قالوا الوسم حرام. طب والاحاديث دي؟ قال لك تخالف ما هو صحيح ايضا، والاصل عدم التعذيب بالنار، يبقى نسخ الفعل وصار حراما بعد ذلك. ده راي الاحناف. الشافعيه اجازوا الوسم على الا يضر الحيوان، وان يتجنب بالوسم ايه الوجه. فهمت ازاي؟ لضروره تعليم الحيوان حتى لا تضيع ماليته، لان لو انت مش معلمه يختلط بايه؟ بغيره فتضيع ماليته. فالشافعية والمالكية والحنابلة يسموا، ولكن ايه يسم الحيوان بعيدا عن وجهه. واضح؟ والاحناف قال لك لا، دور على اي طريقة علم بيه الحيوان بتاعك. جيب له يا اخي فيونكة اربطها في رجله كده بنفسجي، وادعي جيب له فيونكة حمراء، وادعي جيب له فيونكة خضراء، يعني علمه باي طريقة يا اخي، لكن ما تكوهوش. فاهم؟ وانا اميل لراي الاحناف اللطيف ده، لانه ماشي مع الرحمه العامه، ماشي مع الرحمه العامه، خصوصا ان دلوقتي بقت في طرق كثيره لتعليم الحيوان غير موضوع الوسم. ما بقيناش نشوف اللي بيربوا حيوانات بيسم وخلاص، تغيرت الايه الامور. باب اذا اصاب قوم غنيمه، غنيمه تصغير غنيمه، غنيمه تصغير غنيمه، والغنيمه ما يؤخذ من العدو عنوة، من الكافر في القتال عنوة، عنوة عند القوة والغلبة سموه غنيمة. لكن لو انت بتقاتل مسلمين جواه مالهم حرام برضه، ما تقوليش غنيمة بقى، مالهم حرام برضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولو كان باغي، ولو كان باغي، قاطع طريق ولو قاطع طريق، اسمه مسلم باغي، يبقى قتال البغاة لا تغتنم أموالهم ولا يزفف على جرحهم. عرفنا احكام قتال البغاة منين؟ من سيدنا علي. سيدنا علي قتل البغاة، كانوا مسلمين وبغوا على الحاكم فقتلهم سيدنا علي، الخوارج وغيرهم. فاهم؟ الناس ما كانتش عارفة احكام قتال البغاة، لا يؤسر اسيرهم اول حاجة، يبقى لا يضرب الرق على الاسير المسلم اذا كان بالغ، دي اول حاجة، ولا يزفف على جارحهم، ولو واحد مجروح ما تكملش عليه تقتله، خدوا علمه، ولا يغتنم من ماله. لكن الكافر مش فيش مشكلة، الكافر الحرب بقى خلاص ايه، دمه مباح وماله مباح، ماله يسمى غنيمة. باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غنائم أخذوها بعض الصحابة فذبحوها قبل أن تقسم وحطوها في القدور فتبقى نهبة، نهيبة بقى، ما
ما انت تصرفت في مال غيرك بغير اذنك. طب انتظر اما تتقسم ونعرف مين ملكنا. فالنبي عملها معامله النوبه وقال اكفئوا القدور ومحدش ياكلها، عقوبه ماليه. يبقى النبي استعمل العقوبه الماليه اهو. يبقى في ساعات شروط جزائيه ماليه في بعض العقود، شرط جزائي. بعض الفقهاء لم يجيزوا الشرط الجزائي المالي، ولكن فقهاء اخرين اجازوا الشرط الجزائي المالي بدليل ان النبي عاقب عقوبه ماليه، وبدليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعنا الزكاه اخذناها وشطر مالي. يعني اللي يمنع يدينا الزكاه برغبته هناخد الزكاه منه بالعافيه، وهناخد كمان نص مال، عقوبه ماليه. فاستدل العلماء على جواز ان يكون في العقد بين المسلمين هي شروط جزائية مالية، وده اللي معمول عليه في الشروط الجزائية المالية في العقود في مصر مثلا في قانون مصر. يجي لك بعض العيال اللي مش فاهمة يقول لك لا الشروط الجزائية المالية دي حرام، ما حرام على بعض المذاهب، في مذاهب تانية تجيزها وفي أدلة معها، والحاكم له أن يختار ما فيه المصلحة من الخلافات الفقهية. لما تنتشر عدم الأمانة وعدم الالتزام بالوعود في زمن بتاعنا ده، يقوم الحاكم يقول لك ايه عشان نحافظ على حقوق الناس نعمل عقوبات ماليه رادعه علشان نحافظ على، اختار هذا المذهب. ليه اختار؟ لوجود المصلحه فيه. يجي لك التاني يقول لك ايه بيحكموا بما لم ينزله الله. يا ابني ما ده انزله الله وده انزله الله، ايه المشكله؟ اختار مذهبا وانت في مذهب اخر. يبقى مفيش داعي للتسرع والحكم على الحكام بالكفر بسبب ايه؟ ضيق الافق في الفهم. إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، يعني قبل القسمة لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. بس ما حدش وافقه من الجمهور، ده قول سيدنا طاووس ابن كيسان وسيدنا عكرمة مولى ابن عباس، رأيهم إن السارق لو ذبح ما تاكلش ذبيحته لانه غير عدل، لكن الراجح انه تؤكل ذبيحته ما فيهاش مشكله، لانه كونه سارق لم يمنعه ان يكون مسلم، فهو مسلم وسارق مسلم وجاب ذبيحه قال بسم الله الله اكبر وزكاه، كل ذبيحته. بعدين عاقبه على عقوبه السرقه دي مساله ثانيه، لكن ايه سيدنا عكرمه وسيدنا طاووس بن كيسان مذهبهم يقول لك ما تاكلش ذبيحه السارق. واضح؟ خصوصا المسروق مسروق وغيره ناكلها ونغرمها، تمام؟ ناكلها ولا هنرميها بقى؟ سرق حمار بتاع ده جاموسه وراح ذبحها، نمشي على قول سيدنا عكرمه نرميها بقى؟ ناكلهاش؟ نضيعها؟ نضيع عمليتها؟ ولا ناخدها نبيعها وندي ثمنها لصاحبها ونغرمه؟ الفرق بين ثمنها وهي مذبوحه وثمنها وهي حيه؟ نغرمه ونستفيد بيها، فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق ده ابو سفيان الثوري، خد بالك، والد سفيان الثوري سعيد بن مسروق. عن عبايه بن رفاعه عن ابيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه واله وسلم اننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن. مدن جمع مدية، والمدية هي السكين. فبيقول له نلقى العدو غدا وليس معنا مدن. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا غفر. والحديث سبق عدة مرات وشرحناه وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، والنبي نهى إننا نلوث العظام ايه بالنجاسات لانها طعام اخواننا من الجنة. بعد زعل العفاريت اللي عايشه معاك فهمتوا الجنة، يبقى ما ايه العظام تسيبها. وعشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستنجي بعظم ولا رجيع، لان العظم طعام لاخواننا من الجنة والرجيع طعام لدواب الجنة. الله، يبقى الجنة عندهم دواب؟ حاجه غريبه يعني. ايوه النبي قال كده، احنا ما شفناش لكن النبي قال كده، يبقى عندهم دواب، عندهم حمير جن برضه ما نشوفهاش، كائنات لطيفة يركبها الجن يتحرك بيها. يبقى دوابهم بتاكل رجيع دواب الانس، دواب الانس كثيفة
ودواب الجن لطيفة يعني لا ترى بالعين مجرد، بدليل النبي قال والرجيع طعام لدواب الجن. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عرفنا معلومة ايه متعلقة بالجن ما نعرفهاش الا عن طريق نبي يوحى اليه، لان ما حدش ايه يعرف الحاجات دي الا نبي، لان احنا لا نراها. ودي بيسموه ايه في العقائد السمعيات، اللي تاخدها من النبي سماعا لكن ما تعرفش تشوفها بالحس. فقال لك ما ينفعش تجيب سكينه من العظم، لان السكينه هتتلوث بالدم هتضيع ماليتها عند الجن، يبقى ما تستعملش السكاكين العظم. اما السن فعظم، والسن نوع من العظم. واما الظفر فمدى الحبشه، واحنا منهي عنا اننا ايه نقلد الكفار في ذبائحهم. مدى الحبشه السن، ولان السن لما تستعمله كمائد الظفر تستعمله في الذبح يغرس كده في الذبيحه قد تموت مخنوقه قبل ان تزكى. فهمت؟ وبالتالي ما ينفعش نستعمل الظفر. وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس. النبي كان في اخر الجيش على عادته، كان يسير في اخر الناس. فاللي جم متقدمين خدوا شويه من الغنائم، قالوا ما نذبح ونطبخ على ما يجوا الناس تجتمع وياكلوا. في حين ان هنا كان خرجوا من دار الحرب وعلى مشارف المدينه، فالمفروض ينتظروا القسمه. وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس، فنصبوا قدورا فامر بها فاكفئت وقسم بينهم، قلبت وافرغت عقوبه ماليه، حرمهم من انهم ياكلوا. وبعد كده ايه؟ خصمها من القسمه كمان. فهمت ازاي؟ فاللي كان هينوبوا منها حاجه اتخصم. لا انتفع بها واتحسبت من نصيب. عقوبه. واضح؟ وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. يعني انت هيبقى نصيبك مثلا جمل ونص. هيذبح لك الجمل يعني يديك نصه؟ لا، يديك بعير جمل ويديك خمس شيات، يبقى خمس شيات بنص جمل. طب جمل ايه وربع، يبقى يديك بعير ويديلك ربع ايه الغنمات، وهكذا. يبقى النبي كان بيفك الجمل يعني، يديك الباقي، فالباقي تاخده ايه شيات، وجعل الجمل يساوي عشر شيات. لكن في الاضحيه الجمل يساوي سبع شيات في الاضحيه. لكن هنا يبدو انها العبره بالقيمه في هذا الزمان. وقت القسمه دي كان الجمل يجيب 10 شيا، فالنبي راعى القيمه ايه في الثمن، ولم يراعي القيمه من حيث الشرع. من حيث الشرع الجمل يعدل سبع شيا من حيث الاضحيه والمناسك، لا من حيث القيمه الماليه. لكن هنا العبره بالقيمه الماليه، لان دي اموال بيقسمها، فجعل ايه الجمل في الزمن اللي قسمها فيه كان يساوي ثمنه 10 شيا. وعدل بعيرا بعشر شياع، ثم ند منها بعير من اوائل القوم ولم يكن معهم خير، فرماه رجل. ند منها يعني نفر، جمل نفر جري ولم يكن معهم خير، يجروا وراه بخيل يعني، بقوا يجروا وراه برجليهم، فاعياهم فاصطادوا، رمى عليه سهم عمله معامله المصيد. كويس؟ ثم ند منها يعني نفر منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله. الرجل ده مبهم، لكن يمكن هو سيدنا رافع بن خديجة، احتمال. فرماه رجل بسهم، هل حبسه السهم؟ هل حبسه الله؟ يبقى السهم شريعة وحبسه الله حقيقة، لأن الله هو الفاعل. شفت بقى الصحابة؟ ياخد بالك، يأخذوا بالشريعة وقلبهم معلق بالحقيقة. ياخد الدواء ويقول لك ربنا اللي بيشفين، يذاكر ويجتهد وينجح وربنا نجحني، مش مذاكرتي. ما يقولش إنما أوتيت على العلم من عندي زي قارون، يقول بتوفيق الله. فهمت؟ مش زي المصريين، أول ما ينتصروا على دولة المصريين هم حيوية وهم هم. يا عم قول الحمد لله إن ربنا جبرنا، سيبك من حكايه المصريين هم دي، ده هي كلها لا حول ولا قوه الا بالله. فهمت؟ ربنا جبرنا الحمد لله جبرنا. ما نقولش لا المصريين دول ايه ده يدهنوا الهوا دوكو،
ويعملوا مش عارف ايه وفاهمه وهي طايره وفي الاخر احنا بناخد على قفانا. ربنا ينجينا. يتعلم الصحابه الادب لما ربنا وفقك ما تقولش ايه بخبرتي ولا بذكاء، قول بتوفيق الله. فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال ان لهذه البهائم اوابل كاوابل الوحش، فما فعل منها هذا، يعني انه نفر، فافعلوا مثل هذا، عملوا معامله الصيد، فاصطادوا وعملوا معامله الصيد. باب اذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فاراد اصلاحهم فهو جائز، لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده بقى ان اي بعير بقى اقابله والاقيه اروح ذبحه وهو مش ملكي. ما هو هنا اللي رماه بالسهم ده مين؟ واحد بيرمي البعير ده والبعير ده مش ملكه، يعني بيتصرف في غير ملكه لكن لغرض الاصلاح، لان الماليه بتاعته هتضيع، فتصرفه لغرض الاصلاح جائز، انما ليس لغرض الاصلاح ما ينفعش. انا جعان وجاري رابط الجاموسه بتاعته وانزل اذبحها من غير اذنه واقول ما انا عايز اكل، ما ينفعش. ليه؟ لان ده مش بغرض الاصلاح. لكن لو جريت الجاموسه دي وقطعت الحبل بتاعها وجريت وهتمشي على الرشاح ولا على الترع وهتقعد تغرق والراجل مش موجود صاحبها، او ما اقول اما سيبها تغرق انا مالي؟ لا، الحقها بقى بسكينه من بعيد كده واذبحها واقطعها واقول له ده كانت هتضيع منك واحنا ذبحناها وهنبيعها لك بالكيلو. يبقى انت هنا لما استطاع لغرض الاصلاح كانت هتضيع، يبقى يجوز التصرف في مال الغير لغرض الاصلاح فخاف ضياعه. دي برضه نقطه مهمه نتعلم منها، لكن ان كان بغير غرض الاصلاح لا يجوز، فكل مال المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. لكن دلوقتي على اليوتيوب دمه وماله وعرضه مباح، قاعدين يشتموا في بعض ويشهروا بالمشايخ وبالعلماء وقاعدين يقلوا ادبهم، وهذا لا يصح، مش احوال المسلمين. فالمسلم عرضه عند الله غالي، اشد من عرض الكعبه واشد من حرمه الكعبه، فناخد بالنا من الحكايه دي. وعشان كده قال فقتله فاراد اصلاحه، لغرض الاصلاح يعني، فهو جائز، يعني يجوز قتله، ولا يلزمه ايضا بقتله ضمان، ما يلزموش كمان بقتله ايه ضمان، لانه بغرض الاصلاح، لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا في روايه حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي. الطنافس دي عباره عن سجاجيد ليها ايه شراشيب كده، يبقى طنافسي كان بيبيع سجاجيد بشراشيب نسبه للمهنه بتاعته يعني، فسموه الطنافسي زي السجادي كده، واخد بالك ازاي؟ اخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق اللي هو والد سيدنا سفيان بن ايه؟ الثوري، سفيان الثوري. عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الابل، قال فرماه رجل بسهم فحبسه، قال ثم قال ان لها اوابل كاوابل الوحش، يعني ان الابل دي احوال تنفر، اوابل نفور كأوابل الوحش، يعني تستوحش تبقى زي المتوحش ما تسمعش كلامك. فما غلبكم منها فاصنعوا بي كذا، قال قلت يا رسول الله إننا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدا، يعني فلا يكون معنا مدا زكاكين يعني، قال أرني ما أنهر الدم، يعني ارني ما انهر الدم، يعني ابحث عن كل ما ينهر الدم. ارني هنا يعني انظر ابحث، ارني انهب انظر او ابحث، لوك فور بالانجلش يعني ابحث، ارني كويس، ارني ما انهر الدم، كل ما انهر الدم ايه، بس تجنب ايه العظم والسن يعني والظفر، ارني ما انهر الدم او نهر وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر من الحبشة. باب أكل المضطر، وده آخر باب في كتاب إيه الصيد والذبائح، آخر باب بعديه هنخش في كتاب الأضاحي.
باب أكل المضطر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني مما أحله لكم مما تستلذونه من الحلال، يعني طيبات ما رزقناكم. واشكروا لله، يعني اشكروا الله على رزقه لكم. إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. به الأول تبقى في البقرة، صح معاي، البقرة بس، وما أهل به لغير الله. باقي القرآن كله وما أهل لغير الله به، في المائدة والأنعام وغيره وغيره، ما أهل لغير الله به، إنما البقرة وما أهل به لغير الله. هذا ما قال لك به تبقى دي آية البقرة. واشكروا لله في آية البقرة، إنما اشكروا نعمة الله في النحل بقى والحتة التانية. ما انت عندك المائدة والنحل والأنعام ذكرت بعد كده برضه للي بيحفظ، يعني رحمهم الله اللي بيحفظه رحمهم الله، ده دعاء مش معناه ماتوا، يعني ما احنا محتاجين الرحمة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة. والميتة اللي هي إيه؟ كل ما فارق الروح حتف أنفه أو زكية وهو حرام الأكل، كل اسمها ميتة. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم السائل، لكن الكبد والطحال ده دم متجمد، فأحل لنا من الدماء إيه؟ الكبد والطحال. إنما الدم السائل، كانت قريش زمان تذبح الذبيحة وتاخد الدم ده تحطه كوبايات، وبعدين تعرضه للنار يتجمد وتعمله سندوتشات، فهمت إزاي؟ أو يشربوه. فحرم الله الدم المسفوح، الدم السائل ده ما تاكلوش على أي وجه كان، فهمت؟ لكن الدم المختلط ببقايا اللحم معفو عنه بعد الزكاة، لكن الدم المسفوح هو اللي ايه؟ اللي مانع عنه، حرام تاكله. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، يعني ما ذبح للاصنام. فمن اضطر الجئ، يعني اضطر يعني جاء اضطر بقى مضطر، يعني في الجاء في، يعني هيموت لو ما كلش، يعمل ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هو باغي للذة يأكلها ويستلذ بالحرام، أو عاد يعني متعد على الشرع الشريف. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الملكية فهموا إنه هو إذا في حال الاضطرار له أن يأكل حتى يشبع، لأنه زالت الحرمة وبقيت الإباحة. الملكية فهموا كده، يأكل ويشبع من ميتة، يأكل ويشبع من ميتة. الجمهور قال لك لا، ياكل بقدر سددان الرمق، بحيث انه ايه؟ يمنع عن نفسه بس آفة الموت لحد ما ربنا يكرمه. ان طالت مدة الاضطرار له ان ياكل ويشبع، لكن لو لم تطول يبقى ياخد بسد الرمق بس لحد ما يلاقي ايه؟ غيره. فاهم؟ مش يعملها سلطات بقى ويقعد يعمل ايه؟ وهي ميتة، لا، ياكل بقدر الضرورة. سيدنا ابي جمرة في بهجة النفوس رحمه الله قايل كلام لطيف، قايل ان الملكية عندهم لا يأكل، لا يشعر بالاضطرار فيباح له الميتة الا اذا جاع ثلاث ايام ما كانش حاجة، بعد ثلاث ايام يبقى اسمه مضطر، بعد ثلاث ايام اسمه مضطر، لكن جعت يوم اصبر شوية مش مضطر يا اخي، اصبر. جعت يوم الثاني اصبر برضو شوية، الثالث هنموت بقى، بعد الثالث تقوم تضطر بقى تجيب لك ايه؟ فرخه ميته كده مرميه في البتاع، خدها ويعمل عليها شرب ومشي حالك، فهمت ازاي؟ فايه ده راي ايه؟ سيدنا ابي جمره نقلا عن بعض المالكيه انهم قالوا بعد ثلاث ايام تحق لك ان تاكل الميته لان تم لك الاضطرار، فهمت بقى ازاي؟ قال ايه؟ لان الميته سامه، ودي من اللطائف اللي قالها سيدنا ابي جمره، قال الميته سامه، وانت لو مش جعان قوي هتتاثر بسميه الميته، فتضرك مش هتنفعك، لكن لما تبقى ميت من الجوع، الجوع يتولد منه سم اشد من سميه ايه؟ من سميه الميته، فساعتها يتعادلان، تقوم ايه؟ ما تضركش. فهمت المعنى؟ فناخد بالنا من الحكايه، ما تتسرعش يعني.
لكن الشافعية رأيهم أن الضرورة تقدر بقدرها، يبقى أنا بأكل من أجل الضرورة، يبقى معناه أن أنا آخذ بقدر إزالة الضرورة لا بقدر الشبع. فهمت؟ ده رأي الشافعية والأحناف وقول عند المالكية. طب كل وشبع جائز ما يجراش حاجة. إيه في قول عند الملكية تاني يقول لك لو كل وشبع طالما تحققت له الضرورة ما يجراش حاجة. وقال فمن اضطر في مخمصة، مخمصة يعني في مجاعة، غير متجانف لإثم، متجانف يعني مائل لإثم، يعني إيه؟ متجاوز عن سد الرمق. فهمت؟ فإن الله غفور رحيم، يعني لا يؤاخذكم بوقوعكم في الحرام عند الاضطرار، لأنه غفور رحيم. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، يبقى ممكن في الاضطرار بس. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، في قراءة لا يضلون، في قراءة لا يضلون، في قراءة لا يضلون، يضلون غيرهم ويضلون أنفسهم، قراءتين. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقول جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، يعني أو لحم خنزير فإنه إيه؟ رجس أو فسقا أهل لغير الله، رجس أو فسقا. الله، طب ليه قال رجس بالضم أو فسقا؟ لأن أو هنا معطوف على المحرم الأول، معطوف على منصوب، إنما رجس دي صفة للخنزير. فهمت يا أستاذ؟ صح صح. السؤال ده سأله لنا مدرس العربي في ثانوي، كل الفصل ما عرفش يجاوبه الا الفقير الى الله. الحمد لله. اشمعنى قال رجس او فسقا؟ المفروض ايه؟ او دي معطوف والمعطوف يتبع المعطوف عليه. صح ولا لا؟ لكن لا، فتاخد بالك عشان تبقى مصحصح. اللغه العربيه عايزه ناس مصحصحه. واخد بالك؟ قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعم يطعمه الا ان يكون ميتة. شوف منصوبة ايه؟ ميتة او دما مسفوحا، شوف دما، او لحم خنزير منصوبة ايه؟ او لحم خنزير، فانه انه الضميران يعود على لحم الخنزير او يعود على الخنزير نفسه، رأيان. لو عاد على اللحم بس يبقى ممكن واحد يتحجج ويقول لك يبقى شحمه مش نجس، مش كده بقى؟ لكن لو عيناه على الخنزير يبقى كله نجس. فالشافعية حملوا الهاء هنا طيروا على الخنزير فكله نجس، لحم وشحم، أو أنه تعود على اللحم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآية أرادت أن تشير إلى اللحم، لأن غاية مراد الإنسان من الحيوان هو اللحم، وقص على اللحم الباقي. تحتمل دي وتحتمل دي منها. أصل خد بالك إن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. أو لحم خنزير فإنه رجس، الرجس هنا إيه؟ لأنها خبر إن، وخبر إن مرفوع، فإنه رجس، والضمير يعود على الخنزير أو يعود على اللحم على قولان نحويان وينبني عليهما خلاف فقه، واضح؟ فإنه رجس، وبعدين رجع تاني يعطف محرم جديد على المعطوف عليه الأولاني المنصوب، فقال إيه؟ أو فسقا أهل لغير الله. أو فسقا ده معطوف على الإيه؟ على الأولاني اللي هو لحم خنزير اللي هو منصوب. فهمت بقى يا أستاذ؟ تاخد بالك من الحتة دي لطيفة. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الإمام الشافعي فهم من هنا إن الخنزير كله نجس، وقاسه على النجاسة الكلبية فقال إن الخنزير كذلك نجسته تغسل سبعا إحداهن بالتراب. ده مذهب مين؟ الشافعي. لكن باقي العلماء قالوا هو نجس ولكن ليس كنجاسة الكلبية، فلا يشترط فيها التتريب ولا التسبيع في الخنزير،
لكن الشافعية يشترطوا في الخنزير كنجاسة الكلب التتريب والتسميع. واضح؟ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر، يعني دعته الضرورة بقى، غير باغ ولا عاد، يعني متجاوز الحدود، فإن ربك غفور رحيم. قال ابن عباس مهراقا، على الدم المسفوح، بيعرف لك يعني ايه مسفوح؟ مهراق، يعني دم يراق، مهراقا. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. دي آية النحل، آية إيه؟ سورة النحل. يبقى جاب آية الإيه؟ البقرة، وجاب لك آية الأنعام، وجاب آية النحل. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب الأضاحي يوم السبت القادم إن شاء الله، وهو الكتاب 73 بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد من